معنا من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون. أهلا بك دكتور ناصر معنا على سكاي نيوز عربية. إذن دمار كبير، أرقام كبيرة حسب التقديرات الأوكرانية وأخرى. أنا أريد أن أسألك هنا ليس عن حجم الدمار الآن لأن الحرب مشتعلة ومتواصلة، لكن هل هناك فعلا مساواة ما بين هذه التكلفة الاقتصادية الكبيرة وما تريد الحكومة الأوكرانية إثباتها على أرض الواقع؟ أستاذ ماجد، أقول أن هناك تقديرات متفاوتة ما بين 100 بليون دولار إلى 1 تريليون دولار، لأن كل ومراكز الأبحاث وصناع السياسة يضعون عدة سيناريوهات، بمعنى هل هو إصلاح بنية تحتية لما كان قبل الغزو؟ هذا رقم واحد. اثنين، هل هو إعادة بناء يعني أوكرانيا مثل ألمانيا واليابان كي تكون قوة اقتصادية فاعلة؟ ثلاثة، ماذا عن رأس المال البشري الذي هجر؟ ونحن نعرف أن الطبقة الوسطى ولنقل الأكثر راحة ماديا من السهل أن تخرج، وبعد الحرب سيبقى الفقراء وربما العاجزون عن العمل. إذن هناك عدة مستويات للتقديرات، لكن أقول بشكل عام أن المسارعة الآن لوضع تصميمات أو استقراءات من أوكرانيا ومن شركاء أوكرانيا، حتى البنك الدولي وصل لهذا الأمر، بمعنى هو انتظار اللحظة المناسبة لوقف إطلاق النار بافتراض أن أوكرانيا تبقى دولة ذات سيادة، وبالتالي كل الخطط توضع ويختار منها الأفضل كما قلت مع يعني افتراض أنها ستبقى في المعسكر الغربي أو في المحايد. دكتور ناصر، هذه فاتورة اقتصادية كبيرة يدفعها الرئيس زيلينسكي والحكومة الحالية أمام إصرارهم على التحالف مع الجانب الغربي، هل هي مستحقة؟ يعني هل ترى يعني أنها كانت يعني مستحقة للجانب الأوكراني؟ نعم نعم، هناك خطر من إعطاء رأي بأن لو لم يقم الجانب الأوكراني لنقل التصلب كما تقول بعض الآراء لكان وفر على أوكرانيا الدمار، لكن هذه يعني الحجة الآن برأيي قد هزمت بحكم أن عندي شهرين تقريبا من صمود الشعب الأوكراني، وبالتالي له شخصية مستقلة ولنقل يعني حس وطني ونية للاستقلال عن روسيا، لأن خطاب الرئيس بوتين عشيرة الغزو للقول نحن واحد، يعني نحن بلدين بواحد، وهذا صحيح في التاريخ. الآن نحن في خضم صراع أستاذ ماجد، وبالتالي تتفلت أمور كثيرة وروابط كثيرة مع اتباع روسيا الأرض المحروقة برأيي. إذا لم تهضم أوكرانيا وتأخذها كلها جغرافيا، برأيي حصل نوع من شرخ ما بين الشعبين الروسي والأوكراني، وبالتالي الآن يحاول الرئيس زيلينسكي بصموده الآن وأخذ أسلحة غربية للقول أن الدمار هو لم نطلبه لكن حصل، الجائزة هي في آخر الطريق. هذه مقامرة صحيح، لكن بنفس الوقت يضع صناع القرار الغربيين في حيرة بأن الرئيس بوتين يذهب لحرق كل الأوراق حتى التلويح بالنووي وضرب البنية التحتية في وحتى البنية البشرية والعلاقات المشتركة، فيما العالم الغربي لا يستطيع الذهاب للمواجهة المسلحة بشكل يعني مباشر، الناتو وغيره، وبالتالي هو يعرض جوائز مالية، وبالتالي الضحايا لا يلتفتون الآن والجرحى إلى المال. هذا برأيي رأي الصناع ونخبة كييف الحاكمة. كما قلت هو مجمل الناتج المحلي 200 بليون دولار، وبالتالي ما يعرض عليها يعني حتى لو كان منح هو إغراق في الدين للمستقبل يعني المتوسطة. من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون، شكرا جزيلا لك.